شوفوا يا بنات، هنا حطيت حبة بصل كبيرة، ثلاث أو أربع حبات طماطم متوسطة، اثنين فلفل أخضر، ورأس ثوم عزتهم، راح نحيهم مع بعض ونحطهم مع اللحم والزيت وملح فقط، ملح وفلفل أحمر وكمون ودوارقيك فقط. وراح نغليهم مع بعض مدة 5 دقائق حتى 10 دقائق، نضيف لهم الماء السخون لازم سخون. ولما يطيب المرق مع اللحم، كي ينضج اللحم راح نضيف هذه البطاطا. البطاطا هنا وضعت حوالي 4 حبات متوسطة كما تشوفوا هكذا فقط، 4 حبات. لماذا 4 حبات؟ لأنه راح نزين بيها، ومش للعائلة فقط، راح نرسل الغداء لعجوزتي. يلا نرجع لكم. الآن راح نبدأ نطيب العجين اللي خدمته معكم أمس، نخدمه نوري لكم كيفاش. بعد ما وضعت الخضر اللي رحيتها مع التوابل والزيت والملح، طبعا ايضا الملح تاب التوابل، وضعتهم مع اللحم، وراح نخليهم يغليوا مدة من 5 حتى 10 دقائق، نرجع ونضيف لهم الماء، ثم نغلق عليهم نخليهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا نضيف البطاطا. يا عمي ايش للون. المهم هكذا، بعد ما تطيب المرقة وتطيب الفطير نرجع لكم نوري لكم كل شيء ان شاء الله. ملاقاة الخير ان شاء الله. شوفوا بدات تغلي، بس نوري لكم إضاءة. شفتوا بدات تغلي بشوي بشوي هكذا باش اللحم يتشرب. هو كان من الافضل لو اني خليته في التوابل لمدة ليلة كاملة، لكن للأسف ما قدرتش اني نحطه في ليلة كاملة في التوابل، يعني كان كونجلي وما كنتش قاعدة هكا، لكن دروكا معليش هذه الطريقة ثاني معليش. فقط قبل ان انهي الفيديو، انا حبيت نشارككم هذه النصيحة. بما انه الان موسم انه الليمون مش غالي، شوفوا يا البنات انا ننصحكم الان اغتنموا الفرصة واشريوا كمية كبيرة من الليمون، خزنوها، تقدروا تعصروه وتخزنوه في هذوك الليمون تاع السيليكون، وبعد تحطوه في بلارة، يعني برطمان او موضوع يعني شيء كهذا. واذا وايضا الحاجة الثانية، اغتنموا الفرصة من اجل اللي حبت تنقص الوزن، اشري واشربيه كل صباح، تنوضي الصباح شربيه على الريق كون تصيبي اذا هذا الشيء. طبعا اذا كان ما عندكش قرحة او شيء من هذا القبيل اشربيه على الصباح على الفراغ، هو والماء دافي، يعني فقط نصف حبة مثل هذه فقط مع كوب ماء دافي هكا البنات. ايضا مع العشيه، من بعد تبعوني ان شاء الله، من بعد العشيه على الساعه 7 أو 8 مساء راح اشتركوا، اللي مش مشتركه اشتركي وفعلي جرس تنبيه باش يوصلك الاشعار كي نحط الفيديو تاع بعد. من بعد واش راح نحط لكم؟ حنحط لكم وصفه اللي راني بديت نستخدمها، تامنوا والله يا البنات عندي استخدمتها فقط يومين حسيت بالفرق هذيك الوصفه. واش راح تستخدموا فيها؟ انا نعطيكم دروك ببساطه، تستخدموا جيبوا قارص وجيبوا بابونج، خل تفاح اذا عندكم وفقط، هذا ما فيها هذه الوصفه. بعد نوري لكم ونقول لكم مليح يعني كيف راح تستعملوها.
انا خليكم هنايا، نقول لكم تبقوا على خير، تهلاو في رواحكم، تهلاو في رواحكم، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو كي نوجد العشاء تاعي، راح نصور لكم ونشيخوا مع بعض شويه، وايضا راح نوري لكم الوصفه نتاع هذه، ونوري لكم روتين المسائي كيفاش نعقب الامسيه تاعي. من بعد ان شاء الله نتلاقاو، في امان الله.